مساء الخير يا حضرات، أهلا وسهلا بكم في قناة أبو ثير الهندسة والابتكارات. موضوع حلقتنا النهاردة عن إزاي تغير شموع الاحتراق وحدك في المنزل بكل سهولة. احنا اشترينا الشموع زي ما شايفينها قدام حضراتكم، هنخلع القديم وهنركب الجديد عشان العربية مش مشتغلة منتظمة. هنشغلها برضه قدام حضراتكم. شايفين الصوت مش منتظم بتاعها، يعني انا لو خلعت بوجي مثلا هتلاقيها طفت، تلاقيها برضه ما طبعا انا لو خلعت ده اديني اشتغلت من غيره، ركبته برضه مش هيغير من سوق المكنه حاجه، فالبجهات كده كلها ركبته عايزه تتغير. اول حاجه هنحل العمه دي، هنطلعها طبعا. حلينا اول واحد، هنحل التاني، هم كلهم 3 مسامير وافيز بس. تخليهم تخرج العنة عشان تركب ايه التالت هنا. طبعا ايه كده انتهينا من عملية الحل. هنخلع العمة بالشكل ده، هنجيب مفتاح البوكيهات اللي زي ده كده، هنخلعهم واحد واحد عشان الأسلاك ما تختلفش معاك. طبعا ايه هنحل ده الاول، هنخرجه بالشكل ده زي ما شايفين قدام حضراتكم. هنخلع دي منه مع باي زيت ومترب كده ومرطب، هنجيب واحد جديد ونركبه بالشكل ده. بس كده تمام. اهم حاجة تشوف دي تخليها ايه بالظبط كده، متخليهاش لازقة على التانية، خلي فيها مجال. بعد كده تركب بعد ما انتهينا من الربط، هنروح مركبين دي كده. لازم تركبها مظبوط. بعد كده تخلع التاني بالشكل ده، ركب برضه نفس
طبعا هنقفلوها زي ما كانت، كل حاجة مكانها، وهنخلص من السكراب ده كله. هنخلص من الخردة دي، هنشيل العدة عشان ما ننساش حاجة، هنربط المسامير زي ما كانت، نربط الصامولة دي برضه، وبعدين نرجع نتيت عليهم كلهم. طبعا هنقفلها زي ما كانت يا حضرات. هنركب الافيز الاول كده ونربطه ونظبطه على الجلد. بس كده تمام. هنربط المسامير. التربيط كده انتهينا من عملية التربيط. هنجرب مع بعض. انتم شايفين فوق المكنة بتاع ده 4. لو عجبوا الفيلم يا ريت تشترك ويعمل اشتراك للقناة. وإلى اللقاء في فيديو جديد. كان معكم أبو كيرو للهندسة والاتصالات.